خميس الخنجر، خميس الخنجر، خميس الخنجر. هذا وزير التجارة تابع لك لو ما تابع لك؟ هذا وزير التجارة ذاك اليوم قطع كيل شكر، واليوم قطع نص كيل تمن من العوائل المطحونة، من العوائل العايشة على الكمية، من العوائل العايشة على التمن. خميس الخنجر باكر انت محاسب، يم قاضي عادل، يم حاكم حكيم، يم الله سبحانه وتعالى. خميس الخنجر الله يحاسبك على وزير التجارة. خميس الخنجر باكر المعوقين، العاطلين، الأرامل، المطلقات، العوائل المتعففة، الأيتام، أولاد الشهداء، باكر توقفك على تترجل أمام حاكم حكيم. لا تفيدك مصفحات، ولا تفيدك حمايات، ولا تفيدك عشيرة، ولا تفيدك دولة دعمك، ولا يفيدك أي شيء. باكر توقف مصلخ، والعوائل المتعففة كلها قائمة عليك دعوة. يم قاضي عادل، يم حاكم حكيم، اسمعها وانت بربع مترة، ما حد يفيدك. انا ما محتاج، انا اطالب للناس هاي الفقرة البسطاء، انا ما احتاج منكم هذا المشنبر. بس والله وقسما برب الكعبة اللي جاي يسوونه بهاي الناس المساكين، الكم يوم وايامكم الا عدد، وقربة ايامكم وقربة نهايتكم. خميس الخنجر هذا وزير التجارة تابع لك، ووزير التجارة قصله نص كيلة تمن، باكر يوقف يم حاكم حكيم وزير التجارة، يم قاضي عادل يحاسب على الحباية التمن. يحاسبونه مو 40 مليون عراقي، تقول 10 مليون تجار، يحاسبونك 30 مليون. يا اللي يطيح لك دعوته، يطيحون لك 30 مليون. باكر يم قاضي عادل، يم حاكم حكيم، كل شيء ما تفيد، لا واسطات ولا حمايات ولا عشيرة ولا أهل ولا ابن ولا أخ ولا مرة. باكر أنت والله تقطع لك نص كيل تمن وكيل شكر من العوائل المطحونة، حسبي الله. كل شيء ما عندنا، لا أحزاب، لا حمايات، لا مدعومين، عندنا بس واحد هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. اسمعها وزير التجارة وخميس الخنجر، اسمعها، تعال اسمعها بإذنك، هاي الكلمة تزلزل الكون باسم الفقراء. حسبي الله ونعم الوكيل بكم، حسبي الله ونعم الوكيل. والله هاي الكلمة للحليم تزلزل الأرض حدرة. سلم لي.